وبركاته. أحبائي وأعزائي تلاميذ الصف الأول الابتدائي، معكم مادة الرياضيات مع ميستاليا أحمد. النهارده هناخدوا الطول والأوضاع النسبية، الطول والأوضاع النسبية، بس النهارده السنة الأولى هنراجع الأول على الجمع والطرح الأول. التهيئة، أوجد الناتج، معايا 5 + 3. طيب أول حاجة يا سنة أولى يا حبايبي بشوف العلامة دي إيه؟ علامة زائد، يعني النجمة. ها بحط الكبير في دماغنا والصغير على إيدينا. مين الكبير يا حبايبي؟ اللي هي 5، بعد 5 6 7 8. طيب تاني حاجة إيه يا حبايبي؟ 4 - 2. ها نطلع 4 وننقص منها 2، هيتفضل كام؟ 2. أو ممكن حاجة تانية لسنة أولى، نعد ورا الصغير لغاية ما نوصل للكبير، نقول بعد إيه؟ بعد رقم 2 3 4، هيطلع لي 2 برضو. اكمل. أول أيام الأسبوع هو إيه؟ أنا سامعاكم بتجاوبوا معايا، السبت. قال إيه؟ السبت. تاني سؤال، العدد التالي للرقم 24، يعني ايه التالي؟ اللي بعده التالي، يعني ايه؟ اللي بعديه على طول، بعد ال 24 ايه؟ 25. طيب، تالت حاجة العدد السابق، السابق يعني اللي قبليه، السابق يعني ايه؟ اللي قبليه، للرقم 39. قبل ال 39 كام؟ أنا سامعاكم بتجاوبوا معايا، قبل ال 9 دي كام يا حبايبي؟ 38. رابع حاجة إيه؟ الشكل ده يسمى إيه؟ مربع. الشكل ده اسمه إيه؟ مربع. ميم ر ب عين. هناخد الطول، عاوزين نعرف الطول ده عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن وحدة قياس لقياس أشياء عديدة يستخدمها في حياته العلمية أو المهنية أو اليومية. طب احنا عاوزين نعرف يعني ايه يا ميس الطول ده؟ الطول دوت عندي ايه؟ كلمة أقصر يعني قصير، وأطول يعني طويل، يعني في ايه؟ حاجتين مختلفتين، شيئين مختلفتين. عندي الشجرة دي ايه؟ ها؟ أقصر من الشجرة ديت. طيب هنيجي ناخد سؤال، رتب من الأطول إلى الأقصر. ها عندي معايا نملة ومعايا دب ومعايا شجرة. ها مين أول حاجة؟ مين الإيه؟ الأطول. عندي أول حاجة اللي هي إيه؟ الشجرة. طب تاني حاجة عندي مين؟ النملة ولا الدب؟ الدب. وبعد كده عندي مين؟ النملة. تاني سؤال، ضع أطول أو أقصر في مكان النقط. عندي قلعة وعندي منزل، مين أطول؟ ها ضع أطول أو أقصر. القلعة طبعا أطول من المنزل، القلعة إيه؟ أطول من المنزل. طب عندي سيارة وعندي هرم، ها السيارة ولا الهرم؟ ها السيارة أقصر من الإيه؟ من الهرم.